كنت فين كل ده؟ قلقتيني عليكي. لا واضح جدا القلق، غيرت هدومك واكيد خدت شاور ومش بعيد تكون اتعشيت من غيري. كنت فين؟ اتأخرتي ليه؟ وليه ما بتقوليش عليا؟ وليه فجأة تليفونك اتقفل؟ في يا يوسف ايه الأسئلة كتير دي؟ واحدة واحدة عليا. هو انت في ايه؟ كان نفسك قوي تطلع وكيل نيابة واهلك دخلوك هندسة غصب عنك ولا ايه؟ ما تجيبليش سيرة الناس دي. ليه في؟ اللي اسمها سارة دي لو ما اتعدلتش هروح فيها في 60 داهية. تاني يا يوسف تاني؟ احنا مش قلنا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه؟ حر؟ دي اختي يعني في وشي، عايز الناس تقول عليا ايه؟ مش عارف يلم اخته؟ ايوه بس باباك موجود يا حبيبي. ده مش فاضي غير لنفسه. امسكي كلمي مامتك طمني انك وصلتي. ده احنا اتصلنا بقى وسالنا ودورنا، ما تقدرش على بعد. يا كنت فين؟ هرد على موني واقول لك على طول. ايه ماما؟ لا انا لسه داخله البيت. انا كويسه، حصلت مشكله كده في العربيه و دراما رمضان متألقة بموضوعات كتير، وبالذات دايما موضوع الرجل والمرأة دايما موضوع مهم، لأنه يعني خلف البيوت وداخل البيوت المغلقة قصص كتير جدا. فأحيانا جوه الدراما لما بتشوف عمل وبتشوف العلاقة بتقف كده وتقول أيوة أنا عندي نفس الشخصية دي، أو المرأة تقول أيوة أنا بعاني من نفس المشكلة دي. لكن المهم إن إحنا نقدر نوصل دايما وجهات نظر مختلفة ممكن تغير أحيانا في بعض التفكير اللي موجود في المجتمع، إذا كان التفكير فيه قصور خاصة في الحياة ما بين الست والراجل أو الرجل والمرأة.